السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ ليلى كامل. فيديو جديد، وصفات جديدة. فيديو غادي يكونوا فيه 4 ديال الوصفات مشكلة غزالة. فاش نزلت الفيديو ديال التحضيرات مسبقة بالدجاج، كانوا جاوني مجموعة ديال الطلبات اللي بغاو يعني مرافقات لهذاك الدجاج والطرق باش غادي نستعملوه وهذا. فأنا حضرت لكم مجموعة ديال الفيديوهات بهم، وغادي ننزل لكم أول فيديو اللي غادي يكون غدا كامل متكامل. غادي نكونوا نشوفوا فيه سلطة ومقبل وطبق رئيسي اللي هو الدجاج وعصير، كيجيو كلهم رائعين وغزالين ويستحقوا التجربة. غنبدا لكم بالسلطة. السلطة غادي تكون فيها البيض. أولا كناخد 3 ديال البيضات كنسلقهم وكنقطعهم على جوج. غادي نحيد صفر من البياض، وغادي نقطع واحد نص افوكا على هذاك الصفار ديال البيض. غادي نضيف ليه واحد طريف ديال البصله مقطع، شويه ديال الزيت بلديه، الابزار، الملحه، وشويه ديال الحامض. هاد الخليط غادي بحال هكا نكرازي، يعني بالفرشيطه نخلطو مزيان هاد الصفر مع لافوكا. من بعد كنديرو في شي جايب حلواني وكنعاود نردو في وسط البيضه. كناخد الطبق اللي غادي نقدم فيه السلطه، غادي ندير فيه جرجير. جرجير كما قلت لكم راه كيتباع في الاسواق، اما في الاسواق الكبرى او على حسب المدينه فاش كتكونوا. لما كانش عندكم ديروا خس عادي. كنقطع عليه مطيشه، وغادي ندير لهم واحد رشيشه الملحه والحامض، وغادي ناخد داك البيض وغادي نستفوه من الفوق. كما كتشوفوا زينته بشويه ديال شي حبيبات ديال السنجلان الكحل، او اللي ما عندها السنجلان الكحل دير السانوج. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو طريقه البطاطا المشويه. اذا ناخد البطاطا بحال هكا، كنقطعها كندير فيها فتحات بهذا الشكل هذا، يعني ما كنخليهمش يكملوا حتى لتحت. لتحت كيبقى مجموع، والفوق كندير فتحات بحال هكا يكونوا شويه رقاق. كناخد المعدنوس مع شويه ديال البصله، غنضيف لهم الثومه بودره او ثومه عاديه، الابزار والملحه، والزيت بلديه، غنخلط هادشي مزيان. وغادي ناخد هاد الخليط ومنها غنتبل به البطاطا، ومنها غادي نخشيه في وسط الجنيبات يعني ما بين الفتحات. غادي نغطي هاد البطاطا بورق الطهي، نغطيها مزيان وغنشعل على الفران على درجة حرارة 200، وندير فيه البطاطا طيب مدة ديال ساعة تقريبا، من نص ساعة حتى ساعة على حسب الحرارة الفرانكم وهذا، يعني تقدر طيب في اقل، تقدر طيب حتى كتوصل ساعة. من بعد ما كطيب كناخد الفروماج وكنديرو عليها من الفوق، كنعاود ندخلها الفران غير واحد المدة قصيرة باش يدوب الفرماج فوق منها. وحتى هي كنقدمها حتى هي في طبق بهذا الشكل. شويه ديال السيبولات اولا ديال المعدنوس من الفوق، والبطاطا واجده. بالنسبه للطبق الرئيسي غادي نرجع نفكركم في القطيبات ديال الدجاج اللي درت مع التحضيرات
المسبقه. اذا غتستعمل القطيبات ديال الدجاج اللي درت بالزعتر. اللي ما شافتش هذا الفيديو هذا اللي كنهضر عليه غادي تلقاه في صندوق الوصف، وكنصحكم تدخلوا شوفوا لان فعلا مفيد بزاف. غادي نشوي مع الدجاج شويه ديال الفلفله وشويه ديال البطيشه، قسمتها غير على جوج مع الملحه، ونشويهم. بالنسبه للعصير فخديت نص سيترو ديال العصير ديال البرتقال، وغادي نضيف ليه قياس 7 ديال الحبات ديال الفريز. انا درت هنا فريز مجمد، لا بغيتو ديروا فريز طري ما كاينش مشكل. وغادي نضيف معاه واحد الباربه صغيره تكون مسلوقه، وغادي نحليهم بمعلقه كبيره ديال العسل. وغنطحن هادشي مزيان، والعصير حتى هو واجد. وغادي نقدم القطيبات في الطبسيل، الطبق ديال التقديم مع الفلفله مشويه والطماطيشه مشويه. وغدايا ها هو واجد، غزال في المذاق، مميز، وفي نفس الوقت يعني سهل بسيط. كنتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم بارطاجيوه مع صحابكم، خليو ليا تعليق وفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم المتابعه، الى اللقاء. نخليكم مع مجموعه الصور للغداء. مع السلامه.